كما أكد رئيس الجمهورية في كلمته بالقمة التي تنظمها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا تحت شعار الاستثمار في مستقبل مشترك، أكد أن رؤية الحكومة لتطوير الاقتصاد الوطني تشمل تحويل مصر إلى مركز عالمي لإنتاج وتحويل الطاقة لأوروبا بشكل عام وألمانيا بشكل خاص. لتطوير الاقتصاد المصري تحويل مصر لمركز إقليمي وعالمي لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة لأوروبا بشكل عام وألمانيا بشكل خاص، أخذا في الاعتبار الاكتشافات الكبيرة الأخيرة لحقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط وشمال الدلتا، وبدء إنتاج هذه الحقول واقتراب مصر من أن تصبح مصدرا للغاز الطبيعي بحلول عام 2020. وجاءت القرارات غير المسبوقة في نوفمبر الماضي بتحرير سعر الصرف على نحو كامل وخفض الدعم، وتفهم الشعب المصري لهذه القرارات ليعلن العالم كله أن الإصلاح الاقتصادي في مصر هو إرادة سياسية وشعبية نهائية لا رجوع عنها. وفي إطار البرنامج الطموح للإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، أتى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كشهادة بأن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، وإنه في سبيله إلى الانطلاق على أسس قوية وصلبة، وأن ما نحتاجه في مصر هو دعم شركائنا في الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتهم ألمانيا بشركاتها الكبرى والرائدة صناعيا وتكنولوجيا. للمزيد معنا على الهاتف من برلين الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية والأوروبية. أهلا بك دكتور علاء إلى هذه النشرة. بداية، ما هي أهم البنود أو ما تم مناقشته خلال هذا اليوم؟ يعني الحصيلة حتى الآن ما هي؟ الحصيلة يمكن الجزء الهام فيها هو أن بدأ تحول كبير جدا في توجه الشركات الألمانية ونظرتهم إلى مصر. يمكن الكلمة اللي ألقاها فخامة الرئيس في منتدى الأعمال اللي كان نظمه اتحاد الغرف التجارية من الجانبين كانت واضحة وصريحة. شراكة الحكومة والقطاع الخاص، الفرص الواعدة في استثمارات في المشروعات الكبرى، ويمكن الجزء الهام جدا هو التعاون المشترك للتصنيع من أجل التصدير للدول الثالثة. يمكن احنا مركزش على التعاون الثنائي في المجال التجاري، التركيز بتاعنا ان احنا سويا ألمانيا تزود صادراتها لمصر في مكونات لصناعات محددة وبنكملها بمكون محلي من مصر، وسويا نقوم بتصديرها، وده سواء بالنسبه للسلع لافريقيا أو يعني دكتور علاء تحديدا ام انه لا خارج افريقيا ايضا؟ احنا مصر مصر بتخدم فعليا سوق حجمه مليار و800 مليون مستهلك في الدول العربيه، في افريقيا، في الاتحاد الاوروبي نفسه. تم اعتماد الاتفاقيه مع المركزيه في دول امريكا الجنوبيه، وجاري الانتهاء من اتفاقيه التجاره الحره مع دول التحالف الاوروآسيوي. حاليا مليار و800 مليون مستهلك، ودي حجم سوق لا يستهان به، وده يمكن اللي خلى عدد كبير من الشركات الالمانيه تبتدي تفكر في التوجه للسوق المصري. احنا يمكن امبارح اثناء المنتدى كان في وفد مصري حوالي 30 شركه، وكان في حوالي 300 شركه من الجانب الالماني، كانت خليه نحو للتفاهم في قطاعات محدده في مشروعات طرحت سواء من خلال فخامة الرئيس في كلمته كإطار عام، أو في الكلمات اللي طرحها رئيس هيئة خامة السويس الفريق ماميش، أو السادة الوزراء اللي كانوا موجودين، أو رئيس اتحاد الغرف التجارية. تم عمل حلقات نقاشية في مجال الطاقة الجديدة المتجددة، وده مجال واعد جدا خاصة لإعادة تصدير الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي وبالأخص ألمانيا. نعم. طيب تم عمل حلقة نقاشية. هذه النقطة أريد أن أتوقف أمامها دكتور علاء، أنه فعلا بيتم حث دائما المستثمر الألماني على الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة كما ذكرت، الرياح والطاقة الشمسية. بماذا تتميز ألمانيا؟ يعني هل ألمانيا تحديدا لها ميزة دونها عن بقية دول أوروبا مثلا؟ ألمانيا هي الدولة الرائدة في العالم كله تكنولوجيا، في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، في ترشيد الطاقة، في تصنيع هذه المعدات، في التكنولوجيا بتاعتها. اللي احنا بنتعامل فيه دلوقتي هو تطوين هذه التكنولوجيا لمصر، نقلها ببدء التصنيع محليا في مصر، لان هذه منتجات حجمها كبير، وزنها كبير، شحنها مكلف جدا، فارخص للطرفين ان يتم تصنيعها محليا في مصر. في نفس الوقت احنا بنبص على عديد من التطبيقات. انا عندي مشروع مليون ونص خدام، ضخ المياه فيه كله هيكون بالطاقه الشمسيه، فبنتكلم على تطبيقات للطاقه الشمسيه وليس فقط انتاج الكهرباء. فدي كلها محاور تم التفاوض فيها بالامس،
هناك عدد كبير من الشركات اللي بدأت تاخذ الموضوع مأخذ الجد. في الأسابيع القادمة عندنا جدول مشحون من الشركات الألمانية اللي تأتي لزيارة مصر لرؤية محور حمام السويس، مشروع مليون ونص فدان، زيارة وزارة الكهرباء من خلال اللقاءات التي تمت. هذا هو المهم دكتور علاء، انه حتى الان يعني في اتفاقيات معينه ابرمت ام حينما ياتون الى مصر؟ هناك اتفاقيات حكوميه ابرمت وهي الاطار العام اللي بيضمن للمستثمر الالماني سلاسه دخوله الى السوق المصري، ولكن الاتفاقيات اللي حضرتك بتذكريها بقى اللي هي للاستثمار، هذه كانت اتفاقيات بين الشركات المصريه والشركات الالمانيه، ولكن هذه الاتفاقات طبعا لا يعلن عنها لان ده سريه التعامل بين الشركات. طيب، من ضمن ما ذكره ايضا الرئيس السيسي في كلمته بالامس في المنتدى هي رؤيه مصر 2030، كيف تم عرضها وبماذا ستسهم فيها المانيا؟ حضرتك تم عرضها في جلسه نقاشيه كامله اثناء المنتدى، تم عرض ما سيحدث في مصر في 2030، المخطط الاستراتيجي لمصر، سواء بنتكلم من ناحيه المنتجات التي تحتاجها السوق المصري، عدد السكان، العاصمه الجديده، وبالتالي هناك تكنولوجيات جديده السوق المصري محتاجها. تم عرض تحويل مصر لمركز لوجستي عالمي، وبالتالي استخدام مصر كمعبر لدخول اسواق مختلفه. الاسواق العالميه كلها دلوقتي بتبحث على التوريد الفوري، وبالتالي لابد ان يكون بالقرب من الاسواق. هناك طريق الحرير اللي مصر جزء من المعبر فيه. تم عرض الاستراتيجيه القطاعيه، استراتيجيه الصناعه بصفه عامه او استراتيجيه صناعه السيارات. تم عرض حجم دخل المواطن المصري وحجم القدره الشرائيه للاقتصاد المصري، وكل دي اليات جاذبه للمستثمر الاجنبي لما يبتدي يبص للسوق المصري. عظيم، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية والمصرية التجارية المصرية الأوروبية، كنت معنا من برلين، شكرا لك.